مرات الاب اللي ما تراعيش ربنا. بس كله منك، كان لازم تستنى مع اختك. ما قدرتش يا عم شاكر، ما قدرتش اعيش في بيت واحد مع ست زي دي. دي تعبان يلبد ويلدغ، اديك شفت خربت البيت ازاي. يا ما قلت ابوك ما سمعش كلامي. ترى هو فين دلوقتي؟ يا ترى سميرة عاملة ايه في الدنيا اللي ما بترحمش دي؟ يا سمارة، ما توري بيومي مش شطارتك وتعمل له كاس على مزاجك. انا ماليش دعوة بالحاجات دي. مالك يا امورة؟ في حاجة مزعلاكي؟ طب عن اذنك انا بقى بس هجيب علبة سجاير من جوه. طيب يا ستي، ما دام انت بقى مش عايزه تضيفيني اضيفك انا. اتفضلي يا حلوه. اسف، ما بشربش خمر. يا سلام، صحيح بنات الاصول بتبان عليها. انا من ساعه ما شفتك وقلت عليكي بنت مؤدبه. صحيح، اسمحي لي بقى اقدم لك الهديه الصغيره. ما باخدش هدايا من حد غريب. يا ستي الغريب بكره يبقى قريب. بكره ما هتعرفيني مش هتقلعيني من صباعك. بينها وبين بعض، ده حتى الدول بتتعاون بينها وبين بعض. نادي غشاش. ما
اجازاتي علشان عايز اعيشك احسن من العيشه اللي كنت عايشاها عند ابوكي. اكيد اكبر غلطه عملتها اني سبت بيت ابوي. ايوه لكن هرجع. ايوه هرجع، هرجع وهعترف بكل حاجه، حتى لو قتلني هموت، هموت وانا مستريح لاني مت بايد راجل شريف. هو فين الراجل الشريف ده؟ ما انطرد يا حبيبتي، قابلتك سوريا طلعت له الكارت الاحمر. انطرد؟ نطرته من البيت بعد ما فلس، ويعالم هو راسي على انهي رصيف دلوقتي. كذاب يا سالم، كذاب. الشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يصبر أهلها. ولا جيل ولا كارمن. سميرة وصلت لك يا ماما، بقيت معاكي. لكن أوعدك مش هرتاح في حياتي إلا لما انتقم لأختي وآخد بطار أبويا. Thank you.
ده كله؟ فضلت خيرك يا ثريا. ما كنتش فاكره مكتبك الجديد بالحلاوه والشاكه دي كلها. ده احنا يا دوب لسه على باب التقفيصه. ايه تقفيصه؟ ايه يا روحي؟ تقفيصه الارانب الملايين. عارفه يا ثريا، لو حطيتي ايدك في ايدي كلها شهر ومش هلحق على الفلوس. ليه؟ وقعت على كلب؟ لا على جردل. حلوه. لا مش حلوه. بيومي بيه حسونه، راجل مقطف مليان فلوس، ومفيش غير ايديك النعمه دي بقى هي اللي هتتمد وتكمش منه زي ما عملتي مع كتير غيره. بس انا مش ناوي اعمل كده تاني. ليه بقى؟ دي اخر لحظه ونعيش بقى. نعيش ايه؟ ما طلعت لنا مشكله جديده. ايه هي؟ صعب. ما خلاص انتهينا منه. ما انتهيناش منه، جالي النهارده وطردته. احسن برضه. ايوه بس باين علينا مش هتسيبنا في حالنا. ده لو رجعنا استنى نوديهولك اللومان. ونعيش في نفس الدوامه. اسمع يا سالم، هي كلمه واحده، هتفضك من اللي في دماغك ونتجوز ونعيش ولا لا؟ لا. البنزين مش واصل للكربيراتير. وده يتوصل فين؟ عند الرفة؟ لا عندي في الورشة. انت عندك ورشة؟ انا مهندس ميكانيكي. السلام، ده انا حظي من السما. فعلا. وهتعمل ايه؟ هتزقني قدامك؟ لا هجرك ورايا. ده جميل قوي. اتفضل يا باشمهندس. هو انا هفضل اقول لك يا باشمهندس يا باشمهندس؟ انت مش هتقولي اسمك ايه؟ رفعت سالم. عاشت الاسامي.